اهي العروسه جت اهي. مبروك يا ديدا. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا عروسه. الف مبروك يا حبيبه بابا. الله يبارك فيك يا بابا. بس على ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. وانت مش قايل لها؟ لا مش قايل لها. علي يا حبيبتي عايز يخطبك وعايز يكتب الكتاب على طول. نعم؟ يكتب كتاب على طول ايه؟ لا طبعا انا مش موافقه. يعني ايه مش موافقه؟ ما انت ما قلتليش. انا كنت محتاجه احضر نفسي على الاقل. يعني هشتري فستان. اه لو على الفستان ماشي، بس انت موافقه؟ تعالوا بقى. وبعدين هو انت ما قلتليش امبارح ليه؟ واحنا مش كنا مع بعض طول اليوم؟ اذا كان انا لسه عارف النهارده. نعم؟ ايه لسه عارف النهارده؟ قصدي يعني لسه مقرر النهارده. ده قراري طبعا. وانت فين كل ده اصلا؟ مش شايف اي حاجه مختلفه. في الاخر طلع لي بالبيجامه. عديها بقى تلاقيها بس متوتره شويه. لا اذا كان كده ماشي، دي مقدور عليها، انا متعود. وبعدين اسم الله على شياكتك، انت جاي لنا بالتريننج، ده منظر عريس. ما قص الباب في الباب، ما لحقتش البس. صح الموضوع كان هيبقى اوفر قوي. على قولك، تلاقيها برضه فكرت بنفس الطريقه، ما انتوا الاثنين قطعيه واحده. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا لا حاجه حلوه ان شاء الله، حاجه حلوه. مبروك.